تيان وشوباني كانت واللي جرات الأطوار ديالها في تركيا واللي يعني عرفت احتلال المغرب مركزها المركز والمرتبة الثانية بتسعود ديال الميداليات الذهبية أو تسعود ديال الميداليات الذهبية جوج فضيات وواحدة برونزية. الشيء اللي غادي تحدثنا عليه المستوى ديال الأبطال ديالنا ومجموعة من الأمور اللي كتعلق بهذا البطولة المتوسطية الكاراتي. سي منير أوفقير، منير مرحبا بك معنا على راديو مارس. الله يبارك فيك أخت سارة، شكرا راديو مارس تتابعين كتاب رياضة الكاراتي بالمغرب. مرحبا، هذا واجب. منير، كيف ما سبقت الإشارة المغرب والعناصر المنتخب المغربي اللي احتلوا الرتبة الثانية في صبورة ديال النتائج في هذا البطولة بتسعود ديال الميداليات، يعني كيف كان بالنسبة لكم انتم هذا المشاركة وكذلك المواجهة ديال مجموعة من الأبطال من مختلف الدول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البطولة كانت بمثابة واحد المحطة اللي هي أساسية بالنسبة للمنتخب الوطني ودخل في إطار ديال استعداد المنتخب الوطني المغربي لبطولة العالم اللي غتقمشي فئة الفتيان شبان والأمل. دونك هي محطة إعدادية جميع المنتخبات، هادشي هذا هو اللي كيجعلها لأن الاحتكاك كاين على أشده والمستوى التقني طالع بزاف، خاصة وأن كما كتعرفوا أن الدول اللي وقع على حوض البحر الأبيض المتوسط هي دول اللي رائدة على مستوى الكاراتي عالميا كإيطاليا فرنسا إسبانيا والدول ديال اللي كتوقع في أوروبا الشرقية مثلا كسربيا كمونتينيغرو، يعني هالدول هذه اللي بقت كتشهد واحد التطور اللي هو كبير. هادشي هذا هو اللي جعل أن المحطة غادي كتكون شهدات واحد المستوى واحد الندية كثيرة اللي جعل الأبطال ديالنا يكونوا يعني فاهمين ومسؤولين على أن هذه البطولة هذه بطولة اللي هي عندي واحد الاحتكاك اللي غادي يجعل أنهم غادي يعرفوا راسهم واش مواجدين. الحمد لله احنا كنا مأمنين بهذا الأبطال هادو وشرفوا الرايه المغربيه وقاموا يعني بالدور ديالهم وكانوا مسؤولين وفعلا رجال واسود اللي رفعوا الرياض المغرب عاليا وشرفوا الرياضه المغربيه. نعم، بطبيعة الحال ملي كنقولوا يعني تسعود ديال الميداليات منها ستة ذهبيه فهذا الشيء يعني ما جاش سهل وما جاش غير هكاك بالنسبه للأبطال ديالنا. فعلا ان مشينا بعشر عناصر ولعبنا ثمانيه ديال النهايات وميداليه نحاسيه فهو واحد الانجاز اللي هو كثير كبير. الحمد لله الابطال ديالنا يعني هاد الالقاب هاد الميداليات الذهبيه ما جابوهمش غير هكا، راه داروا ادوار اللي كانت صعيبه وصعيبه جدا، خاصه واننا هاد البطوله هادي دارت في تركيا وتركيا معروفه على انها هي اللي كتحتل المركز الاول دائما عالميا في الفئات الفتيان والشبان والامال، يعني كان عندنا واحد الاحتكاك كبير خاصه ان تركيا كتشارك بثلاثه عناصر في كل ميزان، يعني باش تتلاقى مع جوج اتراك في نفس البول زائد اسبانيا والدول الاخرى فهو واحد يعني في كل دور عندك بحال نهايه واحد البطوله اللي كثيره كبيره. دونك الحمد لله طلعوا ثلاثه ثمانيه للنهايه وبعشر عناصر احتلنا المركز الثاني في صبوره الميداليات. الحمد لله هاد الابطال هادو عطاو قدموا واحد الصوره اللي زعما صراحه رغم ان كيكون الضغط كثير علينا حنا كمدربين وكيكون واحد المعاناه في الاعداد هاد الابطال هادو كنساو كل شيء من كنشوفوا الابطال ديالنا كيقدموا اللي عليهم وكيشرفونا صراحه كيكونوا رجال في وسط الطابي. الحمد لله كان واحد المفخره ديال اللي كتبشرنا كتخلينا ننساو كاع المعاناه ديال السفر المعاناه ديال الاستعداد جميع المعاناه لان صراحه رجال وكيشرفوا الرايه المغربيه. نعم، واكيد يعني هنيئا الابطال ديالنا وهنيئا لكم حتى انتم على العمل الكبير اللي كتقوموا به. منير، من بعد هذه البطوله المتوسطيه انتم على موعد مع 15 ميديسون ديال لاكوب انترناسيونال محمد السيس، يعني كيفاش كتمر الاستعدادات ديال العناصر الوطنيه اللي غادي نكونوا حاضرين في هذا التظاهره؟ الحمد لله الابطال ديالنا كنقوموا باعداد يعني بالتوازي مع هذه الفئات العمريه ديال الفتيان الشبان والامل، كنقوموا بالاعداد ديال الابطال اللي غادي يشاركوا في كاس محمد السادس وهي كما كتعرفوا هي واحد المحطه اللي صعيبه وصعيبه جدا بحكم انها فيها نقاط كثيره وكثيره على يعني اكثر من النقاط اللي كتحسب في الدولي الباريز زائد الدولي اللي تقام في دبي. هذه البطوله هذه ديال كاس محمد السادس فيها واحد النسبه ديال المئويه ديال النقاط عاليه
داكشي هذا هو اللي غادي يجعل جميع الابطال العالميين كلشي غادي يكون حاضر وغادي تكون واحد المنافسه كثيره وكثير كبيره بحكم ان كما كتعرفوا التسابق ولا على شو ديال الالعاب الاولمبيه هاد المحطه ديال غتجعل الابطال ديالنا هما يعني عارفين وحاسين بالمسؤوليه اللي عليهم كيوجدوا مزيان والحمد لله الابطال ديالنا غادي ان شاء الله ان شاء الله الله يكمل بالخير ويجعلهم انهم يكونوا في اليوم ديالهم ان شاء الله باش يحققوا احدى الميداليات رغم ان المسؤوليه رغم ان ميداليه صعبه وصعبه جدا ولكن كانت الثاقين في العناصر ديالنا والثاقين في المؤهلات ديالهم وان شاء الله يكون الخير في هذه البطوله هذه وزائد ان الدوله هذا المغرب ولا كيحظى بشرف ان ولا بين احسن صراحه كنشوفوا بطوله على المستوى العالمي التنظيم ديال المغرب من بين احسن التنظيمات ديال البطوله على الصعيد الدولي وهذا الشيء يعني بشهاده كل المتتبعين للصعيد الدولي بشهاده الاتحاد الدولي لرياضه الكاراتي وهذه مفخره لان التنظيم زائد الابطال اللي كيشرفوا الرايه المغربيه زائد ان هذه البطوله هذه عطتنا واحد الشحنه كثيره وطمأناتنا كثير على ان الخلف عندنا دائما كنهضر على الخلف عندنا واحد الخلف ان شاء الله اللي غادي يشرف الرايه المغربيه خاصه فئه الكبار خاصه هذه الفئه العمريه اللي شاركت في فئه الامل غادي يكون 50% فيهم يصعدوا لفئه الامل وهادو هما اللي غادي ان شاء الله غادي يكونوا رجال وغادي يرفعوا رايه المغرب ان شاء الله في المحافل الدوليه في الفئات الكبار ان شاء الله هما اللي غيجروا لنا ان شاء الله الفئات العمريه الاخرى باش ان شاء الله تكون المغرب يعطي الكلمه ديالو على الصعيد الدولي ويبقى ويحافظ على السمعه اللي كيحظى بها المغرب في المستوى العالمي اللي هي واحد الصوره اللي على الصعيد الاوروبي والصعيد العالمي كيعطي واحد القيمه كثيره وكبيره جدا لرياضه الكاراتي المغربي وهذا الشيء هذا هو اللي كيجعلنا وكيعطينا واحد الحافز وكيجعلنا واحد المسؤوليه في نفس الوقت اننا نزيدو نخدموا اكثر فاكثر باش نواكبوا تطور رياضه الكاراتي وان شاء الله غادي نكونوا مستقبلا احسن بفضل الله ان شاء الله. ان شاء الله وحنا بدورنا هذا الشيء اللي كنتمنوا لكم كل التوفيق. منير شكرا لك على التواصل ديالك معنا. شكرا الله يبارك فيك وتفضل الله يسلمك. شكرا لك وهنيئا لكم مره اخرى بتتويج ديال المنتخب الوطني المغربي في البطوله المتوسطيه الكاراتيه اللي كانت في تركيا يعني تسعود ديال ميداليات ذهبيه جوج فضيات وواحده برونزيه وكنتمنوا لهم ان شاء الله كل التوفيق في المحافل المقبله وكذلك كل التوفيق للعناصر الوطنيه غادي تكون حاضره في لاكوب انترناسيونال محمد السيس الكاراتيه في النسخه ديالها 15 واللي غادي تكون من 19 ل 21 بمدينه الرباط.